وعليكم لاباس عليكم، نتمنى ملا تكونوا بخير وعلى خير الاخوان. يا خوتي وليدي زالجيريان، وقع هذا واحد مغربي حاب يهضر مع واحد الجيريان، شوف ربي كيفاه قلبو، كراهياتو، شوف كراهياتو وطابس نوز نوز سير سير كراه مغربي. او مال في طابس كيفاه توا مون بوتو، كيفاه توا او مال في بو سعيد، كيفاه توا لاكونت التاميغا، انا مغربي مغاربه تحبوا تولي فيه وكل كيما كاصنام، اقعدوا ترانكيل ما تخربوش لي زالجيريان، داكوغ علي داكوغ. تقاتلوا عليه، كتشدوا عليه الصف، سيروا خذوا الحليب، حنا الحليب راه كنعطوها للكلاب، حق الرب العلي العظيم. دابا تبان لك، تبان لك جارتنا غادي تشري نص ايطرو ديال الحليب غادي تعطيها لشي مشاكين هنا في السيكتور. الحليب عندنا موجود الحمد لله، المغرب الحمد لله واكلين شاربين في كرشنا، وانتم الحليب ما عندكمش، الدقيق ما عرفتش شنو كديروا عليه. انا غير ما بحثتش في داك الشيء ديالكم وصافي، حقاش ما عنديش الوقت فين نبحث في داك الشيء ديالكم. حسن السلام عليكم. ورحمه الله. قول لي انت من الساكنه ديال هاد الدوار. نعم. الطريق باش دزنا عندكم كانت محبوسه. ايه. كيفاش كنتو كديروا باش تمشيو تتقداو وباش تمشيو للمدينه ولا شنو غديروا؟ والا مقطع الطريق كنمشيو بالبهيم. غير البهيم؟ ايه. ولكن راه تكرفيسه، شحال من كيلومتر غتضربوا؟ دابا الطريق فيها 10 كيلومتر. كتضربوها كلها بالبهيمه؟ كلها بالبهيمه. ايه. باش تمشيو الى السوق تمشيو تسوقوا له؟ السوق الا كان شي ارجو الا مريض، الا كان شي واحد مريض شنو تهزوه في البهيمه؟ كنهزوه في البهيمه ولا نهزوه في هذاك باش كيهزوا الموتى. الا مريض تهزوه في هذاك ديال الموتى؟ الا اقتضت الضروره. وبالرجل وتمو غاديين؟ بالرجل وتمو غاديين، الا كان انسان ارجو راه خصك توصلوا للطريق. وعلاش ما جاوش الجماعه ولا ما عرفت شكون يجي يحلوا الطريق؟ ياك شحال هذه باش الشتا سالات. ايوا واش غادي نقولوا ما نقدرش الله يهديهم. شغلهم هذاك. باش كتعيشوا هنايا؟ كنعيشوا بالفلاحة. فين هي الفلاحة؟ الفلاحة ديال البلاد. اش من شنو عندكم؟ شنو كاين؟ كاين الزرع صافي اللي كاين، اللوز راه مشى مع الجفاف. لا اللوز شتو مشى هذاك الشيء كله. كلشي الأشجار مشاو. دابا هاد المتروات ديال الزرع هما باش غتعيشوا؟ كتعيش به البهيمة. هي وانتوما؟ حنا راه في الظلام. دابا كل واحد اللي ولادو واقيلا في المدينه مشاو يخدموا يصيفطوا لي شي بركه وصافي. الناس يخدموا واللي عنده شي ولد راه كيتعاون معاه. صافي هادشي اللي كاين. هذا هو اللي كاين. الفقر. ايوا قولوا هكاك. الله يسلم لكم، وكاين واحد زوينه اللي كاينه وهي هذيك الفقر، ولكن الحمد لله. كنحمد الله ونشكره، حنا مغاربه. معلوم معلوم. تحمل الانسان كل شيء. الله يصور. المغرب واش دابا بغيت تقارنوا راسكم بكم بالمغرب؟ راه المغرب خاصكم واحد 40 عام اللي بغيت توصلوا، اقسم بالله العلي العظيم. المغرب راه خاصكم هادشي اش من 40 عام، خاصكم 100 عام، 100 عام باش يلاه توصلوا للمغرب. دابا باقيين حاليا واحلين في بلاصتكم وكتقارنوا راسكم معنا حنايا. سيروا يا الكلاب، سيروا يا الكلاب، راه غنتفلمكم على العين ديالكم، سيروا ينعلبوكم، سيروا. انا نقول لكم ملي الله ينعلبوكم. من المساله الاقتصاديه، يعني العمله اللي كتدخل المغرب شحال كتدخل لنا ديال الفلوس؟ يعني هاد العيالات اللي كيديروا روتين اليوم في اليوتيوب واللي كيتخلصوا في اليوتيوب، فراه كيدخلوا لنا العمله الصعبه، راه يعني ملي كدير فيديو كتخلص عليه مزيان فكتخلصهم امريكان وكتدخل لنا حنايا العمله الصعبه. فانا درت واحد الدراسه وشفت شحال ديال الفلوس كيدخلوا للمغرب عن طريق روتيني اليومي. اول حاجه ملي كنتكلموا على المغرب، يعني شحال عدد المدن اللي عندنا هنا في المغرب؟ نقولوا احنا مثلا 221 مدينه عندنا هنا في المغرب، احنا نديروا في كل مدينه فيها 10، غير 10 ديال العيالات اللي كيديروا روتين اليومي، هذاك المتوسط. اما هي راه اكثر، احنا سيدي غادي ناخذوا غير كل 10 ديال العيالات في كل مدينه، وحنا عندنا 221 في كل مدينه، نديروا لهم واحد المتوسط ديال الدخل ديال 15000 درهم، اللي هي مليون ونص كتجيهم في الشهر. طبيعة الحال لانهم كيحصلوا على عدد ديال المشاهدات اللي هو كبير جدا، وملي غادي تحصل على هذا العدد ديال المشاهدات فانك راه غتخلص مزيان. اسيدي غادي نديروا لهم غير مليون ونص كمتوسط ديال الدخل ديالهم، ديروا واحد عمليه حسابيه، غادي نشدوا ديك 15000 درهم، وعندنا 221 مدينه، يعني في المغرب كامل كاين واحد المتوسط ديال 2210 مرة اللي كدير روتيني اليومي. في هذا المجموع ديال اصحاب روتيني اليومي اللي كاينين في المغرب كامل، غادي نضربهم في داك الصالير اللي كيشدوا في داك المتوسط ديال مليون ونص، ملي غادي نديروا واحد عمليه حسابيه فغادي تجينا واحد 33 مليون ديال الدرهم، 33 مليون ديال الدرهم في الشهر كلها عمله صعبه، ضربها في 12 شهر وشوف شحال كتجينا في العام، كتجينا 396 ديال المليون ديال الدرهم في العام. حاليا دابا راه حتى السياحه راه ما تدخلش لك هاد المبلغ هذا، حاليا غادي تقول 400 مليون ديال الدرهم كتدخل لنا حنا ديال العمله الصعبه فقط عن طريق روتيني اليومي.
فهذا الشيء الا ما شفناش من واحد المنظور اللي هو مادي، من واحد الناحيه ديال الفلوس، من واحد الناحيه ديال العمله الصعبه. وبالتالي بزاف ديال الناس كيقولوا هاد اصحاب روتين اليومي فهم كيشاركوا في الاقتصاد الوطني وكيدخلوا علينا العمله الصعبه، والامن عمر ما غادي يتدخل في هاد القضيه هذه. هما بالفعل كيشاركوا في الاقتصاد الوطني وكيدخلوا علينا العمله الصعبه بالضبط،